مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك لباس والتي نقدمها لكم من قناة المغربية في لندن نخصص حصتنا اليوم للتعرف على أشكال وأسباب التسمم الغذائي الناجمة عن الأمراض المعدية وسنتعرف أيضا على أحدث فيروس ينتشر هذه الأيام في بعض المناطق الأسيوية والعربية وهو فيروس كورونا ما هو هذا الفيروس الجديد وكيف ينتشر وهل سيتحول إلى وباء للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها طبعا دعونا مشاهدينا نرحب بضيفنا الدكتور خالد الشافي استشاري في الأمراض المعدية في مستشفى برومتون الملكي المتخصص في أمراض القلب والرئة ايضا الدكتور محاضر اقدم في جامعه امبريال كوليدج في لندن امبريال في لندن اهلا وسهلا أهلاً بك وسهلاً. دكتور خالد كيف مسهلاً. الصحه كيف في الاحوال؟ اهلا وسهلا أهلاً وسهلا بك شرفتنا دكتور دكتور خلينا نتحدث عن التسمم الغذائي هذا الموضوع الشائك حقيقه يعني ولنقل أنه شائع يعني بشكل كبير جزء منه عدم معرفتنا بكيفية حدوثه وجزء آخر ربما لا يعني لا يدرك الناس ويحتاج إلى مزيد من المعلومات دكتور خالد خلينا نبدأ ونتحدث عن التسمم الغذائي أشكاله أسبابه قبل أن نذهب إلى الصور ونشرح عليها التسمم الغذائي هو عاده يطلق على كل ما يحدث نتيجه تناول الغذاء الحامل للامراض او الحامل للجراثيم المعديه ويخصص هذا الشيء للتسمم الغذائي الذي تظهر اعراضه من ست ساعات الى حوالي ثلاثه ايام فهذه الحالات الحاده من التسمم الغذائي وعاده لا يشار الى انتقال الامراض المعدية عن طريق الغذاء او الماء صحيح. فالتسمم الغذائي يكون اما نتيجة انه الغذاء يحتوي على هذه الامراض او الجراثيم المعدية او نتيجة تلوثة ب الذين يشتغلون في صناعه الغذاء أو عن طريق الماء الملوث أو إضافات أخرى. عفوا دكتور خالد على المقاطعة ولكن يعني التصور السائد عادة إنه التسمم الغذائي سببه عدم النظافة، التعامل غير صحيح مع المواد الغذائية أو أو لنقل مدار المواد الغذائية التالفة. لا أحد يركز على إنه قد يكون التسمم الغذائي سببه هو أمراض معدية. نعم لانه مثل ما اشرت انه عمليه صنع الغذاء هي عمليه طويله تبدا من الحقل وتنتهي على مائده الطعام فهناك شركات لتصنيع الغذاء هناك شركات تعليب الغذاء وكذلك بالنسبه للمطاعم يعدون الغذاء حتى ياتي الزبون ياكل اكله شهيه ولكن في بعض الاحيان للاسف تكون الأكلة شهية ولكنه يندم أنه ذهب إلى المطعم الفلاني أو تناول في هذه الحفل الفلاني لأنه التسمم الغذائي مرتبط بعملية صنع الغذاء فعملية صنع الغذاء كيف مثلا تجنى الفاكهة أو كيف تجنى الخضار هل تغسل هذه الخضار هل أن الماء الذي يغسل فيه الخضار ملوث أو لا كيف يتم طهي هذه الاغذيه كيف يتم تعليبها ما هي صحه القائمين على هذا المشروع او هذا هذا المعمل الغذائي بالنسبه للمطابخ والمطاعم كذلك قد يكون هناك تسمم غذائي ولكنه يعني سنتطرق إلى كل هذه الأسئلة اللي ذكرتها حضرتك وإن شاء الله حتجيبنا عليها ولكن يعني أحيانا شخصين يأكلان من نفس الطعام شخص يصاب بالتسمم الغذائي وآخر لا ما السبب؟ أسباب كثيرة أهمها هو استعداد المرض يعني مثلاً قوة المناعة مثلاً قوة المناعة مثلا وقوة المناعة يعني تشمل طريقة الهضم هل هو عنده مشاكل في اضطرابات الامعاء او المعده؟ نعم. هل هو ياخذ ادويه نعم. تقلل الغذاء مثلا هناك مثلا في بعض الاحيان مثلا التسمم او الجراثيم غير منتشره في كل انواع الغذاء. مم. او اهمها انه التخمل الغذائيه بحيث انه الانسان اذا ياكل كثير مم. يكون لانه هناك مناعه داخل الامعاء نعم. وخصوصا المعده مم. تفرز الحامض الذي يساعد على قتل الكثير من الجراثيم. لكن لما تصير تخمه غذائيه تكون هذا التركيز الحامض يكون قليل. التخمه الغذائيه تقصد انه الانسان ياكل زياده عن نعم زياده عن حاجته عن فكثره الاكل تقلل من قابليه الجهاز الهضمي آه. على مكافحه الجراثيم. الجراثيم. آه. من بعدها اذا اذا تكاثرت الجراثيم تدخل الى جسم الانسان وتعتمد على مناعته وكيف يقام هذه 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 الامراض. طيب دكتور خلينا بما انه يعني الصور جاهزه نتحدث عنها ونبدا هناك انواع عديده للتسمم الغذائي يعني نجدها في طعامنا وهناك اكثر من عشرين تسمم غذائي شائع يعني نعم. نبدا بالحديث عن الخضروات والفواكه دكتور. الخضروات والفواكه تتعرض الى التلوث عن طريق أما الماء أو أنه الإنسان الذي يقدم هذه الخضروات هو حامل للأمراض كيف عن طريق الماء دكتور؟ مثلا الماء يتلوث مثلا الكوليرا وخصوصا في الدول النامية تكون قابليتها على توفير المياه الصالحة للشرب قليلة أو ضعيفة والمراقبة تكون ضعيفة فتتلوث الخضار بالماء. بالماء يعني في المزارع تقصد ام اما في المزارع او في حتى في البيوت مثلا أه. لانه تضعف المراقبة الصحية في هذه البلدان فتتلوث في الكوليرا. نعم. ولذلك ينصح انه الانسان لما يسافر في مكانات اخرى ان ينتبه اذا اذا اكل الخضار يكون من مصدر سليم. تكون مغسولة ومتاكد يعني طبعا هو صعب هذا الشيء اي <applause> حتى لو كان صعب في 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 خمس نجوم مطعم الا صعب اذا امتنع عن الطعام يعني اي في بعض الاحيان انا اتجنب الخضار خصوصا في المناطق في الم في, في في الصيف تكون هي مصدر للفيروسات كذلك تنتقل هو على الرغم من فوائدها الصحيه بالضبط اي يعني يعني انسان اذا يريد ياكل خضار ياخذها الى الفندق او بيته وهو يغسلها و... بايده او يقشرها أو قبل ياكلها لانه تكون مصدر للامراض تعتمد على يعني النظافه واهتمام هذا الذي يصنع الغذاء نعم دكتور يعني ماذا عن الاجبان الاجبان طبعا مشهورة في نقل كثير من الأمراض اللي هي أشهرها مثلا السالمونيلا وكذلك مرض يسموه الليستيريا البكتيريا الليستيريا اللي تنتقل أكثرها موجودة في جهاز الأمعائي للحيوانات فخلال عملية صنع الأجبان اللي هو يأتي من الحليب وإذا الحليب كان غير مبستر فممكن انه تعيش هذه البكتيريا م -م. في الاجبان خصوصا هذه الليستيريا تعيش بس. في الثلاجه يعني في 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 المناطق البارده البارد. ما تموت هذه يعني هي الاجبان تمر بعمليه طويله حتى يعني نعم. تصبح أجبان يعني مفروض انه هي البكتيريا تموت خلال هذه العمليه لا ما تموت لانه م -م. اذا كان المصدر غير مبستر اي نعم من حليب غير مبستر نعم. او ب لم ينتج الجبن بش ب بظروف صحيه جيده م -م. تبقى هذه البكتيريا وتعيش في البروده في الثلاجه اللي احنا او البراد وعندما ياكلها الانسان وخصوصا المراه الحامل فهذه البكتيريا تاتي ويعني تعيش في, في, في البلاسنتا اللي مم. هي المشيمه مم. وتسبب اجهاض طيب دكتور هل هذه البكتيريا تكون او الجراثيم هاي تكون في معظم انواع الاجبان يعني ممكن في في اي نوع من الجبن لانه يعني هي مرتبطه هي مصدرها من الحيوان هذا الحيوان لما يتم حلب الحيوان البقره عاده او الماعز تحلب وهذا الحليب يؤخذ ويعمل منه جبن بدون ان يمر في عمليه البستره يكون مصدر مصدر للإستيرية كذلك مرض البروسيلا مثلا هذا مرض اللي يسوي الحمى الرجعيه وهذا يبقى مزمن طيب دكتور يعني من الصعب ان تكتشف انه هذا الجبن تسبب في تسمم غذائي الا بعد تعرض الانسان للتسمم طبعا لانه لا لا توجد اي علامات الرائحه او تغير بالطعم ابدا ولكنه الانسان دائما يحاول انه ينتقي مصادر غذائه من مصادر مضمونة و يعني موثقة بها من الناحية الصحية مثل عادة في لندن دائما أكو رقابة صحية صارمة وأكو تأمين فاللي يخالف الشروط الصحية يكون في عرضة إلى غرامات مالية هائلة يعني انا اتحدث هنا بالنسبه للمواطنين يعني كاي مواطن مثلا ذهب الى السوق وعجبوا ان يشتري بعض الاشياء مثلا الاجبان يشتريها دون العلم ما هو مصدرها اي إيه نعم يعني هذا هاي شائعه هذه شائعه في م. البلاد المتقدمه يعني لا يمكن ان يصدر الانسان او يبيع م. الاجبان الا ان تكون من مصدر معروف يعني يكون يكون موافق للشروط الصحيه لعمل هذه الاجبان م. لكن في بلادنا العالم الثالث هذه مشكله م. لانه الرقابه الصحيه عاده تكون في بعض الاحيان ضعيفه اي فتعتمد على انت يعني يعني انت وحظك بالنسبه للجبنه طيبه لكن بعدها وراها مشاكل <applause> بالضبط دكتور يعني من الضروري التركيز على انه التسمم الغذائي قد يحدث بشكل سريع بعد تناول الوجبه اللي بتكون يعني ملوثه نعم. احيانا لا يتم كشف التسمم الغذائي الا بعد فتره نعم. من الزمن كيف ممكن أن نعرف سبب هذا التسمم بعد فتره من الزمن هم هنا عاده في لما تصير مثلا حالات كثيره م. لانه لما يتحول الى عدوى يعني لا مثلا كيف انه انا اشك انه انا تسممت بالغذاء مثلا نعم. لان احنا دائما مثلا اذا نروح مطعم ونكون مجموعه صحيح فاذا ثلاثة أربعة من عشرة صار بهم هذه نفس مم. الأعراض اللي هي الاستفراق بعدين يعني الإسهال بعدين يعني الحمى وإلى فرح نفحص انه شنو أكلنا لأنه مم. هي الاعراض تكون في الجهاز الهضمي صحيح ومثل ما قيل سابقا المعدة بيت الداء لا. فراح نشوف هنا مثلا وين اكلنا شنو اكلنا هذا النوع من التساؤل او الاستفسار تستخدمه الجهات الصحيه الجهات الصحيه يعملون دراسه, دراسة يسموها كوشنير او استبيان مثلا تصير حالات التيفود تنتقل بكل طيب أنواع اللحوم أو كل أنواع المنتجات الحيوانية يروحون مثلاً أنتم يأخذون منهم يسموها فود هيستوري يعني نعم. تاريخ الأكل أنت شنو أكلت؟ داي. شنو هو المشترك؟ الغذاء المشترك ما بين هؤلاء الذين أصيبوا؟ نعم فراح يشخصون انه من مطعم الفلاني عاده التايفود من مطعم كباب وخلينا نقول من من المدر ايست مطاعم <applause> الكباب أي هذه تكون مرتبطه بانسان حامل المرض خصوصا يعني التايفود ينتقل عن الانسان مو عن الحيوان فالحامل المرض هو عاده الانسان إن وهذا الكارير اني كيف يحمل المرض؟, المرض يعني يح... هو حامل المرض ويستخدم يديه في الطهي هل هذا هذا صح لانه مثلا عندما يعني تكون عاده قابليه على النظافه ضعيفه ولا يهتم خصوصا عندما يخرج من الحمام لا يغسل يديه فيلوث بايديه الاكل الذي خصوصا من بعد ما تحضر الاكل وجاهز لل 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 انه التناول من قبل الزبائن هو يلوث هذا الاكل خصوصا اذا الاكل بقى فتره طويله في مكان دافئ تتكاثر هذه البكتيريا وينتقل المرض يعني وراء هالكلام ما على نروح مطاعم يا دكتور <applause> لا روح المطاعم بس المطاعم عاده تهتم بنفسي لانه <تص> لما نصير هيك شيء راح يعني تصير شكوى شكوى وبعدين يعني صاحب المطعم يخسر تجارته أكيد. ويخسر سمعته اكيد <تن> طبعا <leaves> <engineering> <theor> فاكو خوف يردع الناس اذا كانت ما تهتم بالصحه اكو جانب اقتصادي يردع الناس من من هذه المشاكل يعني ما البزنس او او العمل او التجاره ما تتحمل حالتين من التسمم. أكيد. دكتور كيف تنتقل العدوى المرضيه الى اللحوم مثل البرجر والهوت ها المثل. اللحوم عاده يعني الشائع انه اللحم في في المطبخ هناك مزج على نفس الطاوله ما بين اللحم الغير مطبوخ واللحم المطبوخ. نعم فالرقابه الصحيه تاكد انه مكان اللحم الني الغير مطبوخ يكون بعيد عن اللحم الجاهز للطبخ نعم فبهالحاله اذا كان الطبخ يعني جيد يقضي على البكتيريا بس هناك مشكله هاي اذا طبخ اللحم اذا طبخ اللحم ولكن انا اتحدث عن اللحوم التي تؤكل يعني لنقل اللحوم اللي غير نية. مطبوخه النية او المدخنه اي هذه هذه تكون يعني عاده بها مشاكل فيها مشاكل اي لانه السموكت فود او الهاف بيك تكون يعني بها مشكله يعني بتكون عرضه اكثر بتكون عرضه نعم وعاده يصير بها مشاكل لكنه اذا مثلا هو صاحب المطعم اللي يهتم بسمعته مم. عاده هم يعني في البلاد الغربيه ما في مشاكل مم. بس هم عندهم مشاكل بس مو كثيره قليله قليله ولكن ينصح بعدم تناولها الأفضل, الافضل الافضل انه الانسان ياكل طعام مطبوخ, آه مطبوخ طبخ جيد لكن اكو مشكله هنا فضل. بعض البكتيريا آه تتكاثر 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 قبل الطبخ وتفرز سمومها وهي السموم تكون مقاومه للطبخ آه. فهنا هنا يصير تسمم غذائي خلال فتره قصيره خلال ست ساعات طيب وشو سبب هذا ها هذه هم قله النظافه قله النظافه قلة اذا من الانسان مش من الحيوان المشكله لا من الانسان مثلا آه. اللحوم غير مغسوله بشكل جيد ايه او الرز غير مغسول الرز في في اكثرها يحمل عصيات <متحدث> يجب غسله قبل طهيه يجب غسله اكثر من مره حتى أيه؟ تخرج منه نعم من دل... فهذه العصيات حتى لو ماتت مم. وهي موجوده بكثره طبعا اهم شيء الكثرة يعني تركيز الـ 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 السم في في الغذاء اذا كان عالي مم. والطبخ ما ياثر على هذه السموم في طبع. بعض الاحيان فيكون تاثيرها انه شديد وتؤدي الى استفراغ خلال خلال ست ساعات هذا اذا كان نوعيه الرز غير جيده هو ما له علاقه بنوعيه الرز وانما قضيه حفظ الرز حفظ الرز ومع ذلك الاجواء الملائمه مثلا العصيات اللي يصيب الرز يسموها الباسيلس يعني دائما مع الرز موجوده ولذلك يعني صعب انه تقولين انه في رز ما في ما هاي العصيات لكنه غسله غسله بطريقه صحيحه اي غسله بشكل عادي يعني ما يحتاج يعني الشيء المتعارف عليه في غسل الرز يزيل اكثر هذه العصيات بحيث حتى لو افرزت يكون تاثيرها جدا ضعيف وما ياثر على الناس دكتور ماذا عن البيض والدواجن البيض والدواجن طبعا كانت في مشكله في الثمانينات حتى في هذه البلاد خصوصا في اوروبا كانت الدجاج المكثر بشكل يسموه فارمينج يعني بشكل صناعي وبشكل تجاري المبيض الدجاجة كان يعني بالسالمونيلا فتنتقل السالمونيلا من المبيض إلى البيضة السالمونيلا اللي هو اللي هي البكتيريا البكتيريا, البكتيريا اللي تنتقل الى البيضه لا. فالتسمم حالات التسمم زادت نتيجه تناول البيض الغير مطبوخة فخصوصا تناولوا ني يعني؟ ايه يستعملوه ما يستعملوه بالمايونيز يستعملوه مثلا صحيح. في الكيك ويستعملوه في, في في الغير مطبوخ إيه. صحيح خصوصا اذا كانت مثلا الخروج الدجاج مرات على القشرة الخارجية البيض واذا كانت البيضة فيها كراك يعني فيها فطر فينتقل الى الداخل مم. واذا خصوصا هذا يساعد لما نكون في موضع في مكان حار او مكان دافئ بيساعد على كثره على كثره البكتيري. البكتيريا وطبعا كل ما زادت جرعه البكتيريا كل ما زادت الاعراض وكل ما صار احتمال المرض اكيد. المرض اللي هي عباره عن ارتفاع في درجه الحراره والتقيؤ و... آه نعم يصير تقيؤ يصير اسهال ارتفاع درجه الحراره ولكن هاي مرحله مؤقته قد تعالج ام الها مضاعفات؟ تعتمد على الشخص مثلا يصير وفيات خصوصا مم. مم. بالنسبه للكبار السن. مم. وفياتها اذا اذا يعني المناعة قليله المناعة اذا كان المناعة قليله طبعا يصير في كبار السن يصير في الناس اللي يتعاطون ادويه نتيجه مثلا عند زرع كلى او عند أه. أه. يعني ضعف بالمناعه فتكون مم. خطره حتى الناس يعني الطبيعيين في بعض الأحيان ما يتحمل ما يتحمل الجرعه العاليه وتؤدت الى وفاه خطير مباشرة يعني ورا فترة لأنه هذا في بعض أكو بعض غير السلمون اللي إحنا نسموها إشريشيا كولا اللي هي هم عصيات تؤدي إلى تكسر خلايا الدم و تؤدي إلى عجز كلوي نعم. آه وهذا العجز الكلوي إذا ما راح المستشفى وعالجه يؤدي إلى الوفاة يعني قد تحدث كل هذه الأعراض للإنسان ولا يعرف ما هو السبب هو يعرف السبب لكنه لا يتوقعها من تصل من النتيجه, تتصل النتيجة الى الح... الى هذه الحاله وصارت طبعا م. قبل سنتين في المانيا نعم حوالي 4000 حاله وماتوا 200 واحد نتيجه عصيات الايكولاي اللي هي موجوده في براز الحيوان وانتقلت الى الخضار وهذه العصيات تحمل الجين الذي يفرز هذا التوكسين السم الذي يؤدي الى تكسير يسموه هيموليس تكسير خلايا الدم ومن ثم الى عجز الكلى ومن ثم ينتقل الى النعاش طيب هي و... انتقلت الى الخضروات يعني نعم. هذا معناه انه الخضروات لم يتم غسلها وتنظيفها بالضبط. بالشكل الجيد نعم بالضبط وهم بداوا ينصحون الناس ويقولون انه اللي ياخذ الفاكهه لازم يغسلها غسل جيد مم. طيب ماذا احيانا تباع بالاسواق خضروات مغسوله وجاهزه للاكل، هل يجب غسلها ايضا؟ والله تعتمد يعني, يعني يعني حسب مثلا ايام انا اذكر يعني مثلا في الميدل ايست لما تصير حالات الكوليرا يصير تثقيف صحي انه يهتمون بالنظافه لانه اكو وباء نعم آه عاده في الايام الاعتياديه الناس ما تهتم انه ما يشتري من محل آه جيد ونظيف ما يحتاج يطلب هذا الشيء تعتمد على الرقابه الصحيه والفحص الصحي المتكرر مم. اللي لانه الان الجهات الصحيه خصوصا في بلاد الغربيه تطورت احنا يجينا تقرير كل اسبوع تقريبا انه اي حالات من التسمم صارت وين وشنو سببها بالعالم. اي طبعا اكو لينك ويا اوروبا ويا امريكا فاحنا كنا نسمع بهذا الشيء انا كنت ذاك الوقت رايح الى المانيا عندي سفره الى المانيا في مؤتمر فبلغونا بهذا الشيء قبل لا نروح الى المانيا وفي البدايه كانوا هم ما متاكدين السورس وين هذا المصدر هذا المرض كانوا في البداية قالوا أنه جانا من الخيار المستورد من إسبانيا أه. بعدين فحصوا الخيار ما لقوا أي خطيئة ذولا الإسبان يعني تضرروا اقتصاديا نعم. بعدين رجعوا وفحصوا وكذا وتعترضوا إلى أن وجدوها أنه هي المشكلة كانت في ألمانيا بس حالات 200 حالة وأكثرهم مثلا شباب أطفال ليس بالعدد القليل أي طبعا أي عدد كبير. وطبعا دخلوا حوالي 4000 يعني 4000 واحد تضرروا قسم كبير ودخلوا دخلوا المستشفى. نعم، دكتور اللحم المفروم كيف يتعرض الى الاصابه بهذه به الانواع من اللحم المفروم هو مشكلته انه لا يعرف هذا مصدر اللحم. اساسا يعني من نعم، من هل هو من الظأن او هو من البقر وما هو مصدر لانه يعني اللحم المفروم يغطي على عيوب اللحم وعلى اصاله اللحم صحيح. لما يفرم مفروم. إيه؟ ما بينعرفش بالضبط <applause> بس هو نفس يعني التعرض للتسمم نفس الشيء اذا كان لحم يعني بالشكل شرائح او, أو لحم مفروم بالنسبه للعصيات او بالنسبه للفيروس في مشكله مثلا اخر الاخبار كانت انه في بعض البرجرز اللي كانت ملوثه بلحوم الحصان صحيح. مثلا هذه. صار عليها ضجه ايه كبيره في بريطانيا لانه طبعا اكو الرقابه الصحيه تاكد وخصوصا في بلاد الغربيه مم. يعني انا ما امدحهم اكثر بس الحقيقه انه مطلع. يقال تقال انه يعني هم يهتمون انه ما يحبون يغشون افراد مجتمعهم لذلك يعني احدثت ضجه كبيره ايه يعني نعم الحديث عن ايه. ايه. بيع لحوم الاحصنه وكيف تكشفوها لانه عاده معامل الغذاء تعطي عينة من الغذاء مم. تفحص وت... والمواصفات يجب يعني كالأدوية أكيد يسموها الكواليتي كنترول في مواصفات يجب التمسك بها نعم التبع. يعني يعني المعمل اذا يبيع اكل معين لازم يقول شنو المكوناته خصوصا بالنسبه لل كذلك بالنسبه لاي لل... سكريات او أو أي شيء يكتبون المكونات محتوياته إذا كان في دهن حيواني أو دهن نباتي لأن يعني بعض الناس ما يحبون الدهن الحيواني اذا تم كشف المشكله من خلال جهات المراقبه نعم. على الغذاء أيه. يعني ولا ما من يقدر من واحد الانسان يقول انه هذا لحم حصان هذا مخبوط السبب. ما ما في هيك قابليه انه هي المشكله كونه فقط لحم حصان ولا انه في مضاف اليه هشي. لا هو اللي, اللي اللي معلن انه كان لحم بقر في في مخبوط في لحم حصان مم. ولانه يعني لحم الحصان بالنسبه للاسلام مو حرام بس, بس هو مكروه باعتبار الحصان يجب ان يستخدم لاشياء اخرى نعم. والحصان غالي يعني نعم. مو للذبح أكيد. أكيد. دكتور خالد اسمح لي وايضا مشاهدينا نذهب الى فاصل ثم نواصل مشاهدينا اهلا بكم من جديد نرحب بضيفنا الدكتور خالد الشافي استشاري امراض المعديه في مستشفى برومتن الملكي في لندن اهلا وسهلا بك من جديد نذكر بعنوان الحلقه نتحدث اليوم عن التسمم الغذائي والامراض المعديه دكتور خلينا نتحدث قليلا عن المأكولات المعلبه وكثير من الناس تستخدمها لسهولتها طبعا خاصه انه بتعرف الناس في عجله من امرهم وضغوط الحياه كثيره، الجميع يستعمل هذه المعلبات. يعني اين الضرر؟ لماذا احيانا يعني يجب التنبه من استخدام هذه المواد الغذائيه المعلبه؟ طبعا التطور الغذائي وصناعه الغذاء سهلت امور كثير من الناس. نعم. لان عاده الرجل يشتغل، المراه تشتغل، الطعام يجب أن يكون جاهز مم. فصارت أنه أكل الطعام الجاهز هو يعني ضرورة من ضرورات الحياة مم. حتى يتمكن كل فرد بالعائلة يؤدي دورة ويكون يعني الوقت أصبح يصرف قليل على طهي الطعام مم. هذا يؤدي إلى مشاكل كيف؟ واحدة منها أنه الأكل الجاهز مثلا نأتي الى السوبر ماركت في الدول الغربيه اللي هي متطوره. نعم. هذا طبعا يعتمد ايضا على مدى ثقافه هذا الذي يحضر الاكل الجاهز، م. سواء خضار او لحوم معلبه وفي ديت اوف اكسبايري ديت اللي هو انتهاء مده صلاحيه لناخذ مثلا الحليب، الحليب دائما هو مبستر. حتى تبقى يحافظ على قيمته الغذائية والبسترة الحليب معناها أنه 90% أو 95% من جراثيم قتلت بحيث تبقى جراثيم قليلة لكنه لا تؤثر الإنسان لأنه غلي الحديث يقضي تقريبا على منافعة غليه أي غلي الحديث في بعض الأحيان نأتي بهذا القنينة الحليب ونشوفها بعد فترة تكون غير صالحة يعني فيها ما يشير إلى إن انه انتهت, مدتة. انتهت مدتها هذه شلون التفسير انه لازم تكون قنينه الحديث في الثلاجه يعني دائما في البراد لازم اي يعني اللي هو حرارته دائما تكون اربعة هاي اذا فتحت اذا كانت مسكرة اذا كانت ممكن. مسكرة او مفتوحة لازم تكون طبعا لانه حتى تقلل من تكاثر الجراثيم في بعض الاحيان مثلا قنينة الحليب اما بالبيت تفتح وتبقى على الطاوله اللي حراره الغرفه 25 او 30 تعتمد على وين يعني حسب الوقت شتاء او صيف وتبقى الى مثلا اخر الليل او اخر النهار فتعطي فرصه لتكاثر الجراثيم هذه في البيت في المحل كذلك مثلا في بعض الاحيان الناس تشتري بضاعه او هذه وبعدين اخر شيء يغير رايه انه زجاجه الحليب ما يشتريها آه. يخليها على اقرب طاوله فالعامله وراء نهايه اليوم ياخذها يرجعها على البراد اي فالناس تعتبر انه هذه موجوده بالبراد بر اذا ما فيها متكاثر فهذه هذا يسموه ريسك يعني اكو احتمال للضرر. آه. نأتي الى المعلبات التي آه آه اللي هي معدنيه نعم آه. اللي يشيل لحوم الاسماك او لحوم الدجاج او الحبوب او الحبوب او الباقلة او غيرها لاكلات اللي, اللي احنا نحبها الشرقيين مم. هذه بيها اكسبايري ديت وحتى لو كان صح الاكسبايري ديت لكن الانسان لازم ينتبه ويراقب العلبه العلبه اذا كان فيها ليك اذا كان بيها مفعوصه يعني نسميها معوجه, مع وجه. أي, اي 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 اعوجاج لهيئه العلبه يؤدي الى انه يسموها مايكرو هولز يعني آآ آآ ثقوب غير مرئيه نحن ما بنشوفها نحن ما بنشوفها تؤثر ايه. على الغذاء اللي ايه. داخل العين ايه. فهذه يجب انه الانسان من يشوف هذا الشيء ما يشتري ما يشتري حتى لو كانت ضمن فتره الصلاحيه مم. وطبعا في حالات حتى اذا وقعت من ايده وانطعجت اي يعني اذا ياخذها للبيت لازم يستخدمها فورا اه فورا ما ما يخليها يخزنها بالبيت ورا اسبوع او اسبوعين يعني يصير يصير خطور عليها مم. لان يعني مشكله حتى في في بعض السموم وفي بعض البكتيريا من يفتح العلبه ما فيها تغيير الطعم مثلا اكو اكو يسموه توكسين <applause> البوتيوليزم <applause> هذا يؤدي الى شلل بالاعصاب وما يتاثر طعم الغذاء طيب ولذيذ لكن ما يتاثر طيب دكتور احيانا يعني هي توضع داخل هذه العلبه مواد حافظه حتى تمنع هذه المواد الغذائيه من التلف نعم هل للمواد الحافظة ضرر أيضا على هذه الأغذية؟ لا ما ما يعني عادة طبعا لكل شيء لما يضاف له شيء يعني في خلينا نقول ما في شيء 100% ما في ضرر بس يكون ضرر قليل بحيث النتيجة أنه القيمة الغذائية صحيحة والضرر جدا قليل، احنا 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 نعيش في عالم كله جراثيم يعني احنا نتعايش اي يعني حتى في جسمنا بعض الجراثيم المفيده مثلا نعم. خصوصا في الامعاء اللي تصنع فيتامين كي اللي مفيد هذه هذه مفيده، لكن تقليل الضرر بحيث انه الجسم يتعامل منها بشكل طبيعي. نعم. وهي سبب المناعه كذلك. نعم، دكتور عاده في المحلات الفاست فود او الاكل السريع يعني هناك السندويشات والسلطات والمعجنات التي تباع بشكل جاهز يعني م. الإنسان يذهب ويشتريها بم... هل تتعرض هذه؟ هل هي عرضة للجراثيم والمواد المعدية؟ طبعا مثلا لنأخذ الـ الـ الجو اللي هو مليء بالفطريات ومريض بالبكتيريا ومريض يعني الهواء نقي 100% ولذلك في صالة العمليات الهواء يكون يعني مفلتر يكون نقي وعملية تغيير الهواء محسوبة يعني اللي يحسبوها بالحوالي 25 مرة يتغير الهواء بشكل نقي في صالة العمليات لأنه إحنا في, في, العمليات يفتح الجسم فيكون ما في مناعة تحمي فلازم يكون الهواء مم. 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 نقي نظيف, نظيف ونسبة البكتيريا جدا ضئيل بالنسبة للأكل نفسه. في الهواء معرض يجب تغطيه هذا الاكل مم. تغليفه تغليف مم. بس مع ذلك يعني احنا حتى لا نخلي مثلا الخضار بلادنا في... تباع المواد الغذائيه من غير تغطيه اي من غير العربية. تغطيه اذا اذا أبيعت في مثلاً نفس اليوم أيه. ما في مشكله أيه. وياخذها واحد يغسلها في البيت أيه. لكن اذا تبقى فتره طويله لانه هي ما مو نقيه من البكتيريا فالبكتيريا يعني تتكاثر عليها وبعدين تظهر الريحه، بس عادة تتكاثر قبل لا تظهر الريحه وتتغير الطعم. بالضبط. وهذه هي, هي المشكل... هاي نعم المشكله نوع من الخدعه يعني. نعم <تصفيق> <تصفيق> دكتور يعني هل صحيح انه التهاب الحلق واللوزتين سببه تسمم غذائي؟ لا بعض اسبابه يعني؟ لا لا ما في يعني ما لها علاقه ما لها علاقه بالغذاء، بس هو يعني مدخل الفم هو مدخل صحيح للمشاكل نعم. اي التهاب اللوزتين هو, هو عن طريق الهواء أكيد. او الرذاذ من من شخص مريض. يعني مريض او حامل للميكروب الى شخص اخر دكتور كيف ممكن للامراض المعديه ان تدخل الى غذائنا وتصيب جسم الانسان يعني الى اي مدى خطورة هذه المسألة خاصة في أمراض معدية قد تتحول إلى وباء يعني وتنتشر بسرعة يعني الرقابة الصحية هي مسؤولة عن فحص الماء فحص الغذاء لدرجة بحيث أنه الخطورة قليلة مثلا الرقابة الصحية مسؤولة عن حماية الناس في توفير المياه صالحة الشرب مم. هناك دائما فحص أي تلوث يصير في هذا المصدر المياه يقطع عن الناس ويجب انه السلطات الصحيه تنبه الناس انه في هي مشكله بالدرجه الاولى طبعا هي ولكن ايضا الـ الانسان او المواطن يجب ان يتنبه ايضا هناك في شروط مهمه يجب الالتزام بها حتى يتجنب حدوث التسمم الغذائي سنتحدث عنها دكتور ولكن اسمح لي اسالك عن الاسماك يعني الاسماك وخاصه التونه الطازجه يقال انه احيانا قد يعني الانسان عندما يتناول الاسماك النية الغير مطبوخة قد يتعرض للتسمم الغذائي كيف؟ يعني خصوصا هذه يسموها الاسماك او الشيلفش اللي هي احنا نسميه المحار نعم. هذا ينقل فيروس فيروس الكبد ونتيجة تلوث الماء مم. عن طريق انسان وهذه اللي يكثروها في الأحواض أحواض أحواض تكثر في الأحواض وفيروسات الكبت تنتقل عنها وبالنسبة لهذه الأسماك القشرية قابلية فلترة هذا الماء فتخزن كثير تكون نسبة الجراثيم أو الفيروسات كثيرة بها خصوصا إذا كان ملوث فأيضا الرقابة الصحية مهمة هنا اذا هذا ما يتعلق بموضوع السمك الانتباه من المصدر يعني عند الشراء نعم في بقى يعني. اسماك اللي هي يسموها مكريل واشياء انا يعني حقيقه مو خبير فيها في مناطق معينه تعيش على الاشنات وهذه الاشنات هي بها نوع من السموم مم. وهذا السموم تترسب في لحوم هذه السمكه بس ما يثل على الطعام او اي او يسموه ماده الهستامين تتأثر تتركز في 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 لحوم هذه الاسماك فتبدا عليه الوعره فست ست ساعات او 12 ساعه تبدا عليه الانسان خدر في فمه او في, أو في هي شيء هي. وكانما هو مصاب بالحساسيه مم. وهل هذا يتعرض له الانسان بعد فتره من الزمن من تناول هذا النوع من السمك ام لا ايه هو فتره من الزمن لما تظهر يعني لما آه. لانه عمليه الغذاء الانسان اول مره يهضم الغذاء في المعده وهذا يطول الى اربع ساعات من بعد أربع ساعات ينتقل من المعدة إلى الأمعاء نعم دكتور سنتحدث عن كيف نتجنب التسمم الغذائي لكن أو أود أن نتحدث قليلا عن سارس لايك أو ما يسمى كورونا فيروس يقال أنه مشابه لفيروس مشابه السارس نعم حدثنا عنه لماذا سمعنا أخبار حديثة بأنه انتشر في بعض الدول الأسيوية وتحديد في منطقة العربية الكورونا ال ال فيروس هو أم طبعا هذا غير ما مرتبط بالموضوع الاول اللي هو تسمم الغذاء وانما هو نتيجه العدوى عن طريق الجهاز التنفسي وعن طريق الرذاذ والعطاس وحتى الكلام آه الكورونا فيروس هو آه قريب من آه فيروس الرشح او يسموه كومن كولد يعني هذا اللي الزكام آه في عام 2000 صارت هناك ضجه ووباء في الصين وانتقل الى كندا نعم وحالات كثيره من الوفيات انتقلوا الى الانعاش كان اسمه وقتها السارس السارس نعم سيفير السارس. نعم. اكيوت ريسبيرتوري سيندروم نعم. يعني هو يسموها بالعربي المتلازمه السندروم متلازمه يعني نعم. أعراض كثيرة لمرض واحد أو لسبب واحد م. هذا خطورة هذه الفيروسات أنه من تنتقل من مرحلة الزكام إلى مرحلة ذات الرئة والإنعاش م. فتكون هنا خطيرة يعني نسبة الوفاة من 30% إلى 70% م. كيف يكون هذا المرض معدي؟ المعدي هو مثل الإنفلونزا. المعدي عن طريق الرذاذ، عن طريق العطاس، ما الغريب فيه؟ ما الذي يميز هذا الكورونا؟ هو أم 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 يعني الغريب فيه انه هذا الفيروس هو عاده غير خطير. لكن هذا النوع من الجديد لما الفيروس يكتسب جينات جديده. هاي الجينات الجديده هي تخليه يكون خطير ويأثر على الخلايا ويحدث اضطراب في في المناعه. شو الشيء اللي بيسببه؟ هل يسبب وفيات؟ اي سببه فيها طبعا لانه هو من يصير ذات الرئه معناه هو تهشم الخلايا الـ 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 الرئه نعم فتصير وذما والرئه تكون غير قابله على اعطاء الاكسجين للجسم هل ممكن السيطره عليه ام ممكن انتشاره بشكل سريع؟ هو انتشر بشكل سريع واتذكر كان في كندا اكثر المصابين بها هم من جنس من الصيني وليش انتشر في منطقه الخليج العربي؟ يعني هناك حالات ها في السعوديه وقطر من بعد ما انتهت هذه حالات السارس واللي ما طولت اكثر من سنه نعم انتهى هذا صحيح كانما بطلنا نسمع عنه بطلنا نسمع عنه بالضبط لانه في بعض الاحيان الفيروس من يكتسب جين جديد هذا الجين جديد ولا هو يعني كثر من خطوره المرض لكنه يكون غير قابل على الاستمرار نعم لانه الجينات يحتاج لما يكون الوباء الجين الجديد يساعد على انه يكون يعني معدي ويبقى في دوره في المجتمع في الحيوان او بالانسان. السنه الماضيه في سبتمبر سجلت حالات من السعوديين الحقيقه الحالات اللي مجموعها كانت تسع حالات نعم اول خمس حالات هم اكثرهم سعوديين يمكن واحد قطري نعم وكان في اثنين او ثلاثه منهم يترددون على قطر يحملون او اصيبوا ودخلوا الانعاش نتيجه ذات الرئه ولما فحصوا المجاري التنفسيه وجدوا هذا الفيروس بعدين هل نقل هذا الفيروس هو إنسان يعني جاءت من الصين وهذه لا, لا ما معروف لحد الآن ما معروف, معروف. يمكن, يمكن يمكن إنه تكون مصدرها هو الخفاش لأنه إحنا محاطين مو بس المي والهواء وإنما أنا. في حيوانات كثيرة أنا. تنقل الأمراض مثلاً انفلونزا هي موجودة في الطيور موجودة أكيد. في أكيد. الخنازير ولذلك كانت انفلونزا الخنازير تنتقل لما يغير الفيروس من عدوى الى حيوان معين الى الانسان لازم يكتسب جينات جديده ويكون يكون الانسان ما مستعد له ما عنده مناعه الخوف من الجينات الجديدة أي نعم لأنه هل من يتعامل مع القطط مثلا والكلاب معرض أكثر للإصابة بهذه فيما يخص الكورونا فيروس طبعا هو موجود بالكلاب موجود بالحيوانات بس الغريب أنه لحد الآن ما صاير هذا الشيء م. لأنه بالنسبة للأمراض المعدية عادة بالإنجليزي they don't cross the species barrier يعني ما ينتقلوا من الإنسان إلى الحيوان إلا أنه يصير adaptation إلى يصير تأقلمة نعم. إلى جسم الإنسان بالنسبة يعني تذكرت الآن موضوع جنون البقر هل م. ممكن أن يكون كورونا فيروس مشابها من حيث الانتشار؟ لا الجنون البقر غير شيء الجنون البقر هو نتيجة تغيير طعام الأبقار من طعام نباتي إلى طعام حيواني ومرور الزمن شافوا أنه هذا الطعام أدى إلى أن تكون هناك بروتينات وهذه البروتينات تترسف في الجهاز العصبي للحيوان للحيوان ف... حتى هو جنود البقر قسم يقولون انه هذا مو عدوى ولكن كمرض مثلا تسمم الزئبق كان فتره كان في العراق ايام في بدايه السبعينات تسمم الزئبق انتقل الى الاسماك نعم في بالبدايه هو يستخدموه إنسكتيسايد يعني مقاومه الحشرات في زراعه الرز والحنطه بالتاكيد الحنطه ناس اكلوا اصيبوا ناس بعدين يعني انتبهوا يعني انتبهوا انه هذا مسمم لانه يعني ما يصير ياكلوا رموه في الماء الماء اكل الاسماك والانسان بعدين اكل الاسماك وانتقل. لأوه. حالة تسمم الابقار في كاو مادنس اللي هو جنون البقر, جنون البقر مشابه بل لكنه بطريقه غير غير يعني تشبه حالات اللي يسموها اكل لحوم البشر كانت قبائل قديمة تأكل لحوم البشر وهذا كان عندهم يصير هذا المرض يشبه نعم. يشبه مرض جنون البقر. نعم دكتور نتحدث عن التسمم الغذائي وكيف يتجنب الإنسان التسمم الغذائي يعني قلنا أنه هناك أجهزة رقابة. يعني تهتم بالصحة هي من يتحمل مسؤولية ما الذي موجود يباع في الأسواق ولكن ماذا عن الإنسان الشخص العادي يعني هو الثقافة الصحية العقل السليم في الجسم السليم الإنسان اللي ينتبه ويحاول يثقف نفسه ينتبه إلى الإرشادات الصحية لأن لولا هذه الإرشادات الصحية الناس ما تعرف أنه في مرض مثلا أول من عرفوا قضيه الكوليرا كان هذا اسمه جون سنو لا. حوالي يمكن 1650 كانت الناس تتصور انه المرض هو نتيجه ارواح شريره او 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 سحر او الى اخره بعدين شاف انه هذه ال في مي يطلع من من بئر شاف انه كل الناس اللي ياخذون المي من هذا البئر هم مصابين الى اخره سكروا هذه او سدوها ال شو يسموه هذه اللي يطلع مثل اللي بتطلع المي القربه فهذه سدوها وقف المرض فلكل شيء لازم يسال يعني هناك رقابه صحيه من الدوله او من الحكومه وهناك رقابه صحيه من الشخص نفسه هاي بالنسبه للنظافه ماذا عن التعامل مع مع الغذاء ومع الطهي ايضا طبعا من. يعني لما لما عرف السبب بطل العجب لانه الانسان لما ياتي بالغذاء الى بيته فهو المفروض يتصرف كما هو يطلب كما يطلب من صاحب المطعم ان يصرف نعم. يعني البيت هو هم مطعم يعني العنايه والاهتمام بالاهتمام مثلا اولا انه مصدر الغذاء يكون سليم الخضار تكون غير تالفة يعني في بعض إذا غير طازجة هي ليش غير طازجة لأنه أنت تشوف مثلاً الطماطم وال هنسمي الخيار والأخير لما تكون غير طازجة هي إنفكتت حتى البصل يعني يجب رميها فوراً أي أي حتى البصل اللي هو مفيد ويقوي المناعة الثوم كذلك أحياناً يكون مضروب مضروب هذا هذا إنفنجس هذا الاشنات او الفطريات مم. تصيبه اللي يجب الانسان انه يرميها ما ياكلها مم. لانه اذا ياكلها وخصوصا تصير الجرعه عاليه يتوسع عنده مرض مم. فالانسان لازم يعتني بالفاكهه كذلك يشوفها لما تتغير لونها هاي انفكتد يعني صار بيها يعني مثل واحد صار عليل ولذلك هم يشوفوا هذول اللي يبيعون الخضار لما يشوف الباد ابل تعدي تنتقل الفطريات الى, إلى, الفواكه, إلى الفواكه الاخرى الاخرى بالضبط. فهذه يعني م. نتيجه الثقافه الصحيه فللبيت كذلك البيت وين يحط الاكل مالته ولما يخلصون يبقى اكل زايد مثلا عن الحاجه هل يترك على الطاوله او يرجع ما يجمد او يوضع في الثلاجه وحتى الثلاجه لانه يعني حراره مراتها مرات مثلًا يزيد على الأربعة، م. فإذا إذا الأكل يريد يبقى فترة طويلة المستحسن إنه يحطه في المجمدة، إيه لأنه ذاك الوقت ما يصير تكاثر للبكتيريا. إحنا قلنا م. في البداية إنه إحنا ما نعيش في جو خالي. لكن يعني أحيانًا نقلل من هذا الشيء احيانا بروده الـ الاجواء تساعد على انتشار البكتيريا صح في مثلا بعض البكتيريا كان مثلا احنا قلنا في البدايه هاي الهستيريا مثلا مم. هاي تبقى عايشه مم. في البروده لكن اذا كانت في كميات كبيره يعني تؤدي الى المرض على سبيل المثال بالنسبه للبيض يعني وضعه في الثلاجه افضل من تركه على أنا. طبعا لانه يعني الثلاجه تقلل من تكاثر البكتيريا تقلل من التكاثر نعم <applause> آه، المجمده كذلك يعني تثبط وما ما يصير بالتاكيد ما يصير تكاثر في المجمده لكنه المشكله لما يعرض الاكل في مكان دافئ يتكاثر مثل يعني مثلا قدح الماء لما الواحد يخليه بره في كميه من البكتيريا لما يشربها فرش ما ياثر عليه لكن اذا يخليه ثاني يوم راح يشوف تكاثر البكتيريا اللي هي بالاساس منه والشيء الاخر انه الجو جو حامل البكتيريا هم ينزل على المي ويتكاثر طب بما اننا تحدثنا عن الماء عاده الناس تستخدم ماء الحنفيه تشرب لا. منها وفي ناس تشتري المياه المعدنيه من المحلات الافضل ايوه يعني في ناس لا تكترث تشرب اي ماء والله هو الماء الموجود الان من الحنفيات او المصادر صالح للشرب صالح بس م. المشكله انه الناس تحب تشرب من هذا البطل م. حتى تدفع فلوس اكثر يعني م. انا مره في الببليك هيلث انطوا التقرير قالوا يعني هذا يعني تبذير للاموال انه اللتر في جنيهين او جنيه ونص م. م. بينما واحد يشتري من مصدر. المصدر من المصدر بلاش يعني لانه ألف لتر يمكن 1 سنت لكنه اكو شركات مستفيده من هذا الوضع نعم ايه؟ اذا يعني المياه صالحه للشرب المياه اللي صالحه للشرب في نعم. هذا البلد نعم, نعم. الماء المكرر الماء المكرر هو مياه, مياه السباحه نعم في السويمينج بول المسبح نعم. يكرر الماء لانه يعقم اكيد ويضيفوا له مواد غير يعني نسبه التعقيم عاليه فيكون غير صالح للشرب اكيد طبعا حتى بالنسبه للتدفئه ما تكلفهم بس هو غير صالح للشرب نعم اما المياه الموجوده في البلد يعني اللي مصدرها يعني من المصادر الصحيه هي مياه صالحه للشرب بس المشكله في لندن كثره الاملاح فعاده يحطون فلتر يضعون فلتر إيه يعني هذا ما ينصح به داخل إيه يعني بيك. حتى يخلي نعم. يقلل من الاملاح نعم دكتور خالد الشافي استشار الامراض المعديه في مستشفى برومتون الملكي ومحاضر في جامعه اقدم في جامعه امبريال في لندن شكرا جزيلا على هذه المشاركه معنا شكرا شكرا, شكرا, شكرا لك. لكم مشاهدينا نشكر حسن المتابعه والى اللقاء